يقول أنا مالك بيت وعندي ساكن إيجار جديد انتهى عقده منذ 8 أشهر، متعذر ولا يستطيع الدفع وأمهلته، ثم أخبرته من شهرين أن يخلي الشقة ويقول أسبوع آخر، ثم يقول آخر الشهر، وأنا لا أريد أن أخسر في ديني فإني أكلمه برفقة ويماطل، فلا أدري ماذا أفعل. إذا كان معسرا فرب العزة يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني أنبه عن أمر يا إخوة، لا أدري هل هنا من يفعله أو لا. يعني افترض أن الله من عليك بعمارة فيها 5 شقق 6 شقق وكل شهر يأتيك منها مبلغ، هل جاء عليك شهر مرة وقلت لساكن الله يبارك لك الشهر ده أنا لا أريد منك إيجارا؟ هل بيحصل يا إخوة؟ حصل كده في عملتها مرة؟ يعني عرفت واحد بقى له سنة ما خدش إيجار، لكن تطوان ولا قهرا؟ تطوان كويس، هذا حسن، دل الإخوة الله يبارك فيك.